سلام عليكم. عليكم السلام. شوفي عم تخطر بالي فكرة اني اجيب ماكينة بتلم الستراي هذا الموجود بالارض بالتراكتور الموجود عندي، ايش رايكم بهالفكرة؟ هون الستراي للكبسار، والله فكرة خرافية معلم. ايش هي الماكينة اللي بتلم ستراي كانت؟ بشوف في هاي الماكينة بتلم ستراي، ما هي 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 تلم ستراي وعشو وبنطالعه. انا ما رح اسوي قوالب، انا وجع راسي بالقوالب والشغلات هاي. طب بده التراكتور 70 75 هون 110، والله غليات لو معلم. هون في عندك بس فرق 10000، فرق ربنا فرق الدبل، والله كتير يا معلم. معلم ناخذ هذا الصغير على قدنا، ناخذ بس خلينا نشوف التراكتور هذه بكفي 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 بكفي. بنجيب هاد بلم الستراي من الارض، بس بدنا مصاري، بدنا 40000. طيب هاي بسيطه، ندية من البنك. ندية من البنك 40000. شد معي انا، معي 5000، ديني 5 5 5 5 5 5 5. اتوقع هيك صار يكفي. 44000 كمان 5 معلم، يعني بدي اشتغل استفيد من التراكتور. ايش بدي اساوي؟ يلا هاتوا لاشوف. يعني مالي غير هالطريقة لأستفيد منها من هالتراكتور لعلة القلب، لا يوجد طريقة أخرى. 46000، الله يشلك يا هالتراكتور، الله خليتني خليت عزايمي مثل ما يقولوا، ما منك فائدة. والله تعرف أنا شو؟ شو أنا غبي؟ هذيك شخاحك ها؟ هاي شفاط شحقه 5000، لو مشتري شفاط أنا مو أشرف لي؟ نعم على غلطة. إي والله. لو مشتري شفاط تعال نشوف ينباع معنا. إذا نبيعه شخدي يخسر معنا؟ عم خسرنا سجل 7000. طيب جيلا خلاص خلينا نضل عليه. هاي بدنا تريلا كمان 22000، صار 25000. لا خلاص هو نفسه، ونشغل التراكتور. بعدين التراكتور صار ما يزبط لانه ذاك بده راس ثاني صح. انا ابغى التراكتور شقد معلاقه معلاقه دب. يا الله بس المصيبه تعرف شو؟ انه هلا اجي دح صوت ما يخليني اشيله. تيك تيك تيك. الله العظيم. اما هذا رقم هذا واقف، هذا واقف، انتبهت عليه واقف. بدنا فلوس نحن يا معلم. طول بقى طول بقى، خليني بس نمر من قدامك. والله بضل فيه كتير اساسا، خلينا نعبيه ويروح يفضي شوي. والله تسرعت بشوية الماكينة، والله تسرعنا شوي. اي بالله تسرعنا. طيب هلق بنشوف العقد الاول رقم الارض، وين بدنا نفضي له معلم؟ هاد بيكري، وين هاي بيكري؟ هاي بيكري، هاي بيكري، لقيتها بيكري ذس هير. طيب بنروح نفضي لك بيكري، لازم نفضي له بيكري. طبعا اثنين لازم نفضي لهم بيكري. يا معلم زيديني حبه، هذيك صار فيها 80%. طبعا انا ما عم بستفيد من حصاتي، كلهم مستاجرين مال الناس. هو اساسا استئجار ربح له. عم كان عندي 40000 روحناها. الله الماكينه ندمت شريتها بالله والله العظيم. شوفوا شو صار لي عم بلعب اول ماكينه، ندم اني اشتريتها جد. حاسس انه التخطيط فيه غلط، تحمست زياده. اي والله العظيم حاسس حالي نكبت. طاق طاق هي شوفت رصيفي يا شيخ. شوف هذا بقول لك سبع حارات، وين الدخل يا معلم؟ نعم اشوال ارني. يا عيني يا ليلي يا ليلي، تعرف ليش يا عيني ويا ليلي؟ في عندي تريلتين ما بيرجعوا لجوا. قد صار هذا بالعقد تبعه حلو، هي صار 40، نمشي في تحسن في تحسن. قرب لي هاي صف لي هون. نعم على المصيبة هاي. فعلا غلطنا. وايش غلطت؟ غلطت غلطة عمري الكبيرة. غيرت رأيي، كمل فيها على أرضي لهنيك مشان نعزل الماكينات عن شغل كل واحد لحاله. بس خلص هنيك بنجيبه نحطه جنب هاي. بس بأنه هون عم يشتغل خلينا نجيب لنا فضيله شوي. والله يا معلم نحن انصدمنا، انا علي انصدمت. انصدمت جدا اوي 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 اوي. شوف في فكرة براسي، والله اذا زبطت الامور هذا بتعرف ايش هي؟
بجيب هذا التراكتور، روح موت يسر خلصني بشكلك. اجيب هذا التراكتور بحطه بهذيك الارض، ببلش اشيل اخليه يحصد لي، تمام. هلا التراكتوران الموجودين هنيك، التراكتور الكبير اركبه على التريلا تبعتي، تمام، والتريلتين اخذ هي افضيهم وازتهم بعد استخدمهم، تمام. ركز معي، ركز معي روحي، ركز معي، ويكون اعتمادي على الصينية بتروح تفضي للاثنين، ايش رأيك؟ لان الاثنين عم بيبيعوا لنفس الشخص، نقطة مهمة جدا يعني لازم نركز فيها، مع انه الاثنين عم لازم مطلوب اني اوديهم لنفس الشخص فايزي، بس اذا ما خلاني اشتغل كمان ايزي. ايوه نسينا نودي الهاي، وياها الهاي بدنا نوديك، بس طول بالك في عنا شغل اهم. خلص السير وراي. معلم تراكتوري انا الجربان عايف حاله اسرع منكم بالله عليكم، عم دوبني والله طلع اسرع مني. كنت مفكر والله لا دوبلكم كلكم، ها زور على الطريق، والله لا دوبلكم كلكم كلكم، خلي ولا واحد دوبني. انا تراكتوري خرافي يا زلمه، ما بخليكم تدوبلوني الا بقطعكم كلكم كلكم، شفت ازاي ازاي قطعتهم كلياتهم؟ والله لا قطعت حدا ولا شيء، هي سرعتك نفس الشيء كانك ماشي على البيض. اطلع الطريق العام 25 وما دوبلنا حدا. في اي عندها مشكلة، تذكرت الاي، نسينا نشيل السيارة من قدامه. والله يا معلم اذا ما زبطت الخطة اللي بحكي عليها والله راح انصدم، راح انصدم وازعل، راح انصدم وازعل. لنا اللي كان تارارارارارا، وانت اللي داري ايه اللي حصل تارارارا. والله اشتغلنا ونشغل كويس، ها والله يعطي العافية ابو الحسن صادق، والله اشتغل شغل ذهب، شي ناهي فوق الوافي معلم. خليني ادوب له، يلا بي، انا كان بدي اصف جنبك بس يلا بي اخر مرة بس. تمام نرجع للدكتور المعاناة. هلا بنفتح هاي، بننزل هاي، بس ما تقول لي بس صار يمشي عبالنا، والله بيجلطنا. هلا ما نقول له شغل بيقول لي ما بشتغل، انا ارض مو ارضك. بقوم انا ببكي، اي نو اي نو اي نو، اني راح انصدم اني انصدم. انا برايي مو قلت لكم انا انصدمت لاني اشتريته، انا زماني مشتري، تعرف ايش اسوي؟ اوقف الاغلاق، راح اعمل حركه قسما بالله العظيم، لاني هيك حاسس بالقهر بقلبي، خصوصا من هالتراكتور ومن هالش اسمه. وانا الكراج اقول لك هاي خلي تنباعها روحي، لانه انقهرت من هذول الاثنين، انقهرت قهر ورب العزة الله يعلمه. شبين اشتمال معي صار معي 80 ألف، حلو اشتري فيها تراكتور على قدنا، تراكتور مثل عالم والناس يخدمنا، ما في هون تعال. والله بدي اشتري تراكتور، اعطيني 100 ألف، جاي 120 ألف، تمام على قد مصروفنا. بدي اشتري تراكتور على 120 ألف، وين وينو هذا توني كنت عم بشوفه، مو هاد مو هاد، هذا 176، ايش فيه؟ لا شو معي انا 120 ألف، ايه ايش رايكم بهذا البطيخي؟ لا مو حلو، 175 ألف والله كتير له، بدي اخذ هذا بال 196 عجبني بين دم. وهات فلوس تقول لك لل 196 ألف، لل 200 ألف، تمام هي 200 ألف، حلو. هات التراكتور وينو هذا؟ مو مين هذا؟ والله خليه يطحن بن كمان، لا يبلاها حاليا، ما فيش تاني براسي رح اسويه.
تمام. هيك بكون امورنا لوز. هاي الحصاله تبعتنا، هاي بعدين نتفاهم معاها. هذا الزلمه والله وين عم يشتغل؟ والله هذا ذهب، هذا الزلمه موقف ابدا قسما بالله العظيم. هاي عم تشتغل صح تمام. هون تقريبا رح تفضى. رح فضي هذا الحمل وانهي الفيديو حوالج. ايه لاني حسيت هيك انه انا انغدرت، جد حسيت انغدرت. يخرب بعينه. هذا اين ارض؟ هي رقم 23. وانا فضيله معلمتي 23 كمان بالبريد نفسه، نفس المكان. بس والله مصيبه، شلون ارجع هيك؟ شو هيك الله يا معلم مصيبي. طب خلينا نصف الصعبة صفتها هون. يا واللي سهلة ترجعتها ندخل فيها كده 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 كده. اتوقع هي تدخل معي للأخيرة. ما دخلت ما في تقليب من اليمين. اه منيح. بعد هذا دي كمان ايش حط اسوي؟ مع انه في طريقة تانية عم بفكر فيها، تعرف شي؟ هلا برجوك مياه شلون. تمام يا ممم، تمام يا ممم. صف لي هي على كل حال هون. شوفوا شو عم بفكر عامل لكم اياه، شوفوا شلون كنت مخطط ادخلها. مع انه هي نفس الشيء ما تفرق كثير. تكنيك والله التكنيك بيض. ليش كذب؟ تكنيك بيض قسما بالله بيض. لا طول بالك طول بالك، مو هيك ترجع طول بالك. شوف ولا هيك ترجع هيك. والله مخربط معلم ترجع. ما عم بعرف اسوق. خلينا اصفها هون. ايوه ليكو ليكي 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 من لذي عيني عليكي. والله 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 صف لي هذا هون، ما بدي اكلها بعرف. تمام. وبس بيكونوا هون وصلنا نهاية الفيديو. ان شاء الله بالفيديو الجاي بنكمل لكم اخر المشاريع اللي عم نمسكها هون وبس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اذا بتسأل ليش انا ما بنزل فيديوهات ثانية او عن غير العاب ثانية، لانه انا عملت قناة ثانية عشان انزل فيها العاب ثانية، وهي القناة تركتها بس لمحاكي المزرعة. فلذلك اذا كنت ما بتابعني ذيك القناة او تابعني موجود تحت بكل وصف اول تعليق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.